الله الرحمن الرحيم، يظل من يشاء بظل عرشه الكريم، نسأله أن يظلنا بظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يحشرنا في زمرة عبده العظيم محمد بن عبد الله. أدم اللهم صلاتك وسلامك عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه، وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الخصال الموجبة للاستظلال بظل عرش الرحمن هي نزهتنا في هذه البرنامج، هي شعارنا الذي سنتخذه إن شاء الله سبحانه وتعالى لنا في الحياة، نتصف بها خصلة بعد خصلة، صفة بعد صفة، حتى نستوجب بها الاستظلال بظل عرش الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، والقرب منه والدنو من حضرته والإناس منه سبحانه وتعالى. الأنس بالله في الدنيا يثمر الأنس به في العقبة، التقرب منه ها هنا يثمر القرب منه هناك، التعرف عليه ها هنا يثمر كشف الحجاب والقرب من رب الأرباب، حينما يكلم الله عباده ويزكيهم ويعطيهم ويحبوهم ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. من تلك الصفات الموجبة للاستظلال بظل عرش الرحمن سبحانه وتعالى صفة عبر عنها سيد من يستظلون بذلك الظلال، سيدنا محمد بن عبد الله بقوله: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وذكر الرجل هنا لا مدلول له، من حيث أنه لا يقتصر على الرجال فحسب، أي كل إنسان ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. ومعنى ففاضت عيناه أي خشع قلبه حتى ظهر أثر الخشوع على عينيه بجريان الدموع منها. ورجل ذكر الله خاليا، خاليا يأتي بمعنيين: في موضع خال من الناس، أو خالي القلب والفؤاد عن كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، مخلصا لربه جل وعلا، متفرغا عن همومه وأشغاله. في كل حلقة نأخذ أنموذجا مباركا من النماذج التي ظهرت فيها هذه الصفات، في كل حلقة نأخذ أنموذجا صالحا مباركا من هذه النماذج التي ظهرت فيها الصفات الموجبة للاستظلال بظل عرش الرحمن. وأنموذجنا في هذه الحلقة سيد من سادات من يظلهم الله بظل عرشه، من الطبقة العليا، من كبارهم، من عظامهم، من ساداتهم، من أشرافهم، كيف لا، وهو نبي من أنبياء الله، يونس بن متى عليه السلام. يونس أرسله الله إلى قومه وبعثه إلى قومه الذين حدث عن عددهم في القرآن، قال: وبعثناه إلى 100,000 أو يزيدون. هؤلاء القوم الذين بعث إليهم يونس، على أصح الأقوال فيما جاء من قصته أنه دعاهم إلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأمرهم أن يؤمنوا فلم يستجيبوا، فحذرهم من عذاب الله سبحانه وتعالى فلم يثمر تحذيره ولم يفدهم تحذيره، وبقوا على إصرارهم وعلى عنادهم، فأنذرهم عذاب الله أنه واقع بهم، وحدد لهم موعدا لنزول العذاب عليهم. فعندما جاء موعد نزول العذاب خافوا أن ينزل بهم العذاب، فماذا يصنعون؟ قالوا: ليس معنا حل إلا أن نسترضي ربنا، نسترضي ربنا بأن نقرب دوابنا وأطفالنا وصغارنا ونساءنا أمامنا، حتى إذا جاء العذاب ينزل علينا يرى ربنا هؤلاء فيكشف عنا عذابنا. وفعلا نزل العذاب ثم انكشف عنهم ولم يقع بهم، فأصابت نبي الله يونس بعض المغاضبة فذهب وركب البحر ولم يبقى مع قومه، ولم يأمره الله بأن يهاجر، فإلى ذلك الإشارة بقوله: إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه. ركب السفينة، هاجت الأمواج في السفينة، فقال ربان السفينة وأهل شأن البحر: إنا لا نعتاد مثل هذه الأمواج بهذه الطريقة إلا أن يكون بيننا عبد عاص أو آبق، أبق على سيده أو عصى سيده، فمن منكم هو العبد العاصي؟ كل واحد يقول: لست أنا، لست أنا. قالوا: إذن نعمل قرعة، فمن جاءته القرعة ووقعت عليه فهو الذي يستحق أن نرميه في البحر. وكيف ترمونه؟ قالوا: أن يغرق واحد خير من أن تغرق السفينة بما فيها.
فوقعت القرعة على نبي الله يونس المرة الأولى، المرة الثانية، المرة الثالثة، فحملوه ورموه في البحر، وهو يهوي من السفينة إلى البحر جاء حوت كبير فالتقمه، وهو النون الذي عاش في بطنه، وأوحى الله إلى الحوت أن لا تأكل منه لحما ولا تكسر منه عظما، إني أودعته في بطنك سجنا وليس لك طعاما، فدخل إلى بطن الحوت. لكن هنا نتأمل في حالة هذا النبي الكريم بعد أن وضعه الله في بطن الحوت، قال الله عنه فظن أن لن نقدر عليه، ظن أي اعتقد أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه. عجب، يضعه الله سبحانه وتعالى في بطن الحوت وهو يظن ذلك. قال بعض العلماء أنه ظن لن نقدر عليه أي ظن أن لن نحاسبه ولن نغضب عنه حينما ترك قومه بدون أمر منا. ويقول آخرون أنه حينما وقع في الكربة وفي بطن الحوت كان اعتقاده سعة الرجاء في الله سبحانه وتعالى، فظن أن لن نقدر عليه، أن الله لن يخليه ولن يهلكه ربه جل وعلا. فنادى في الظلمات، نادى في الظلمات، ظلمة الحوت، ظلمة الليل، ظلمة البحر، ظلمات كثيرة، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ذكر ربه بالألوهية والتوحيد، ثم عرف نفسه بالظلم ووصف العبودية لله جل وعلا مع الخضوع له جل وعلا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وليس في هذا الدعاء أن يقول لربه أخرجني من بطن الحوت، إني في كربة، إني في محنة. قال قائلهم وفي النفس حاجات وفيك فطانة، سكوتي كلام عندها وخطاب، قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري، فدعائي وابتهالي شاهد لي بافتقاري. ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، ففرج الله عنه كربته. جاء عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه لا يدعو عبد مؤمن مكروب بهذا الدعاء إلا فرج الله عنه كربته. هذا يونس بن متى في ظلمة الحوت، في ظلمة الليل، في ظلمة البحر، لم يشغله ذلك عن أن يذكر رب، عن أن يذكر ربه وتفيض عيناه ويوحد ربه ويدعو إلهه جل وعلا. يا من تقرأ القرآن وتمر على مثل هذه القصة، على مثل هذه الآية، اجعل لك من اللجأ إلى الله في كل أحوالك نصيب، واجعل من هذا الذكر الوارد في هذه الآية دعاء تدعو به ربك على الدوام، سيما في الظلمة عند الليل في الخلوة حينما تكون خاليا. قل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فإنه من أدعية الأنبياء والمرسلين التي قصها الله علينا في القرآن لنقتدي بها، ولتفض عينك ولتدمع من خشية ربك ولتبكي لإلهك حتى يقبلك الله سبحانه وتعالى فيفرج كربك. اللهم إنا ندعوك بأن لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، فاحشرنا في ظل عرشك الكريم آمنين، وأدخلنا الجنة سالمين مع الكرام الطيبين، وأدخلنا في زمرة نبيك الأمين وعبدك المصطفى محمد بن عبد الله، ومع الأنبياء والمرسلين عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين.